تقديراً لجهودها البارزة في تسخير الثقافة رافداً سياحياً تنموياً، أقامت منظمة السياحة العالمية اليوم حفلاً خاصاً لتنصيب معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار سفيراً خاصاً للسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية 2017 في العاصمة الإسبانية مدريد. وخلال الحفل ألقت معالي الشيخة مي بنت محمد كلمة بهذه المناسبة عبرت من خلالها عن شكرها وتقديرها لمنظمة السياحة العالمية، مؤكدة أن السياحة لم تعد مقتصرة على انتقال جغرافيا من موقع لآخر، بل هي فعل ثقافي يصنع حوارا بين البلدان والشعوب، وهي مورد اقتصادي مهم ناهيك عن دورها في تعزيز مكانة البلدان تنمويا. وعن مشاريعها في هذا السياق أشارت معاليها إلى عزمها على تكثيف الجهود الرامية إلى استثمار مواقع التراث الإنساني في جذب سياحة نوعية من خلال إطلاق المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالمنامة لبرنامج متكامل يعمل بالتوازي مع رؤية منظمة السياحة العالمية لعام 2017 بعنوان السياحة المستدامة من أجل التنمية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. بداية نبارك لمعاليك تنصيبك سفيرا خاصا للسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية 2017. بالتأكيد هناك أدوار هامة ستطلعين بها من خلال هذا المنصب الدولي، ما هي طبيعة هذه الأدوار وأهميتها؟ في البداية أحب أن أوجه شكري لكم لمتابعتكم لحدث مهم لترويج اسم البحرين ومكانتها في هذا المجال. اليوم حين تكلف مملكة البحرين بمهمة توزيع أو تسليط الضوء على السياحة المستدامة من أجل التنمية، ونحن في عصر نحتاج فيه إلى هذه العوامل الأساسية التي ترغب المجتمعات وتؤسس لسياحة مستدامة. دائما نقول أن أكثر ما يميز البحرين هو مشاريعها الحضارية التي كرستها كوجهة لسياحة نوعية، وأحد الأمثلة التي من أجلها تم اختياري لهذه المهمة هي ما تم تحقيقه في مسار اللؤلؤ لتحقيق التنمية المستدامة. نعم. لرقي الأحياء وتوظيفها التوظيف الصحيح وتوظيف العائد منها لتنمية هي هدف المؤسسة أو المنظمة العالمية للسياحة بربطها بالمعالم الثقافية والأثرية. نعم. هو يعني مهمة أعتز بتشريفي أو تكليفي بها، ونعمل خلال عام كامل على توصيل هذه الرسالة للعالم الأجمع من خلال أنشطة تقام في عدد من البلدان ترصد لها ميزانية محددة، ويكلف الأشخاص المعنيين بهذا الشأن بالقيام بها للترويج لما تنادي به الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. نعم معالي الشيخ، يعتبر قطاع السياحة رافعا اقتصاديا ومحركا حقيقيا للتنمية المستدامة، لو تطلعين على خطوات هيئة البحرين الثقافة والآثار في هذا الجانب. في هذا الجانب على مدى أعوام كرست البحرين هذه العوامل لجذب سياحة نوعية. نحن لا نستطيع أن نقدم أنفسنا للعالم إذا لم يكن هناك ما يميزنا، لو لم نطور المواقع الأثرية. اليوم حين يزورك أي زائر أو حين ترسو البواخر السياحية في البحرين إلى أين تتجه؟ ليس إلى الفنادق وإنما إلى المعالم. المعالم هي الأداة الأساسية التي بها نجلب سياحة نوعية. نحن لا نقف عند أشقائنا من الخليج في الزيارات التي اعتدنا عليها، السياحة البينية التي تقوم بين دول الخليج، ولكننا نتطلع لاستقطاب سياحة متميزة. نريد أن نعرف العالم بأن هناك بقعة تستحق أن تزار ولها ما يميزها. لدينا تاريخ عريق، لذا في قطاع الثقافة هذا العام نسلط الضوء على آثارنا ونقول أن لكل موقع حكاية، ولكل حكاية ما يجذب الزائر أو المهتم بمعرفتها. جميل أن نقول أن بعض زوارنا ممن اكتشفوا البحرين في زيارتهم الأولى، على سبيل المثال هناك ضيف عزيز كان موجودا بيننا في البحرين، جيلبر سونوي، وهو كاتب فرنسي مهم كتب عن عدد من البلدان، كان زيارته البحرين اكتشاف، لم يكن يعلم هذا البعد الحضاري وهذا التراكم
الحضارات مرت على البحرين وتركت ملامحها في معالم وفي لقى وفي عدد من الأمور التي لابد أن نوظفها بشكل رائع لكي تكون وجهة لسياحة نوعية. لدينا عنصرين أساسيين نحاول أن نروج لهما لكي نجلب نوعية من السواح. بالطبع الآثار في المقام الأول والحقبة التي مرت بها البحرين واللؤلؤ، وعبر مشروع طريق اللؤلؤ الذي سيكون فريدا من نوعه وهو موقع تراث إنساني عالمي، سيكون لدى البحرين فرصة لسياحة نوعية وتنمية مستدامة هي ما تنادي به البلدان في هذه الألفية التي نعيشها. نعم معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين الثقافة والآثار، نتمنى لك كل التوفيق وشكرا جزيلا لك.